السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة معانا على قناتنا، بنقدمه لكل الناس اللي عندها مشاكل في كعب الرجل، اللي بتقول عندها شوكة عظمية أو مسمار عظمي أو مسمار في الكعب. هنتكلم النهاردة عن إيه هو مسمار الكعب، عن إيه هو الشوكة العظمية، بتحدث إزاي، أعراضها إيه، أسبابها، طرق العلاج بتاعتها. هنتكلم النهاردة عن 7 طرق طبيعية لعلاج مسمار الكعب في المنزل. خليكم معانا. الشوكة العظمية او مسمار الكعب ليه اكتر من اسم، اما شوكة عظمية او مسمار الكعب او مهمال العقب او مسمار العقب او مسمار الكعب، كل دي اسماء ممكن نسميها لأي نتوء بيحدث في كعب القدم، في عظمة الكعب، نتيجة التهاب لغشاء القدم من تحت. يبدأ زي الشوكة او زي المسمار نتيجة ان العظم بيتكون، بيعمل زي مسمار، مش مسمار، هو نتوء عظمي بيحدث نتيجة الالتهاب اللي حصل في الغشاء اللي تحت، فيبدأ العظم يتحفز ويكون عظم زيادة بيظهر في صورة مسمار او شوكة في الاشعة. طيب هل هو ليه اسباب؟ ايه اسباب الشوكة العظمية او مسمار الكعب؟ عندنا مجموعة من الاسباب الكتير اللي ممكن تسبب الشوكة العظمية، زي زيادة الوزن او زيادة الوزن المفاجئ، واحد وزنه زاد مرة واحدة، بيعمل مجهود كتير، بيقف كتير، بيمشي كتير، حذاء غير مناسب، او شخص ارتدى احذية بكعب عالي، او ارتدى احذية غير مناسبة، او وقفة لمدة طويلة، او مشي لمدة طويلة، او مشي حافي على شيء صلب زي السيراميك، البلاط، الرخام، اي شيء صلب تمشي عليه ممكن يسبب الشوكة العظمية، او شخص مشى بطريقة غير منتظمة والمدة طويلة، او شخص ضغط على كعب رجليه مدة طويلة، او ممكن تحدث مع بعض الامراض الاخرى زي امراض الروماتيزمية او النقرس. طب ايه هي اعراض الشوكة العظمية؟ الشوكة العظمية الاعراض بتاعتها معروفة عند الناس اللي بتشتكي من الموضوع ده، ألم شديد جدا بيحدث في الصباح عند الاستيقاظ من النوم، بيستمر حوالي دقيقتين لغاية ما الشخص يبدأ يمشي وبيختفي بعد المشي، صعوبة في المشي، حرارة في الأقدام، ممكن بعض الناس يجي لها حرارة في الأقدام وممكن ما يجيلهاش حرارة، في بعض الحالات ألم بعضلة السمانة أثناء طلوع ونزول السلالة، بعض الحالات بيكون مصاحب معها حرارة في البول، في بعض الحالات التانية بيكون الألم بينتج بعد ما تجلس شوية وبعدين يقوم يتحرك، يعني شخص قاعد لمدة نص ساعة وبعدين بدأ يقوم يتحرك يبدأ يحس بالألم في كعب الرجل مع حرارة او عدم وجود حرارة. طيب ايه بقى طرق العلاج بتاعة الشوكة العظمية؟ من الحاجات المهمة اللي احنا عايزين نعرفها قبل ما نبدأ الشوكة العظمية واللي الناس كلها بتتلخبط فيها، ان الالم اللي بينتج عن الشوكة العظمية او مسمار الكعب ليس بسبب مسمار الكعب، دي معلومة خطأ عند الناس كلها، ان فاكرين ان المسمار او الشوكة العظمية دي او العظمة الزايدة دي هي اللي بتسبب الالم، ابدا، وليس لها علاقة باي الم، انما هي نتيجة التهاب للوتر اللي موجود في باطن القدم. التهاب الوتر هو اللي بيسبب الألم وهو اللي بيسبب خروج الشوكة العظمية، يبقى احنا لازم نعرف النقطة دي الأول. طب احنا بنعرف ازاي الشوكة العظمية؟ بنعرف الشوكة العظمية عن طريق ان احنا بنتكلم مع المريض، بناخد اللي هو القصة المرضية بتاعته، بدأ امتى، بياخد علاجات ايه، بيمشي ازاي، طبيعة الأحذية، بنكشف على رجليه، بنعمل له أشعة، ممكن نعمل له تحليل لغاية ما نشخص الحالة اللي عنده. طرق العلاج بتاعة الشوكة العظمية او الالتهاب اللفافة الأخمصية او الالتهاب الغشاء المبطن للقدم ليه طرق كتيرة، من اللي هو عن طريق علاج المرض العضوي اللي هو مسبب للمشكلة، اللي هو الروماتويد، الروماتيزم، النقرس، الحاجات دي كلها، التهاب الأوتار، الكلام ده كله ممكن نعالجه الأول. بعد كده بنخش على طريقة أخرى للعلاج، هو العلاج الدوائي بالعقاقير والأدوية بالإضافة إلى تخفيف الوزن والجسم وبعض الإجراءات والوقائية، زي مثلا عدم ارتداء الكعب العالي، عدم المشي الكتير، عدم المشي حافي على السيراميك والرخام والبلاط والجرانيت، يعني علاج مع نصايح. إذا الشخص ما استجابش للعلاج الدوائي مع النصايح اللي احنا قلنا عليها، في بعض الناس بتدي حقن كورتيزون في الكعب عن طريق تعقيم المكان ودي الحقن كورتيزون، لكن بصراحة احنا ما بننصحش بحقن الكورتيزون لان هي عبارة عن مسكنة وما بتعالجش المشكلة نفسها، بالعكس ممكن تعمل تدهور للوتر نفسه وبتضعف الوتر وممكن الوتر بعد كده ينقطع. لكن من الحاجات الجديدة اللي احنا ممكن نستخدمها في العلاجات اللي هو الشوكة العظمية او التهاب اللفافة الأخمصية، اللي هو استخدام
إبر اللي هو البلازما الغنية بالصفائح الدموية اللي بيسموها اللي هي الخلايا الجذعية. دي من الحاجات المفيدة جدا والحاجات المهمة جدا واللي ما فيهاش أي ضرر ولا فيها أثار جانبية زي حقن الكورتيزون. من الحاجات اللي ممكن برضو نلجأ ليها لو ما حصلش استجابة اللي هو النبضات الكهربائية أو بيسموها الشوك ويف، أو العلاج بالموجات التصادمية أو بيسموها العلاج بالموجات الصوتية. ودي عبارة عن بتبقى جلسة كل أسبوع لمدة 3 أو إلى 5 أسابيع، وكل جلسة بتاخد حوالي من 5 إلى 10 دقايق، وفي كتير من حالات بتجيب نتائج كويسة بإذن الله. لكن في وصفات طبيعية ممكن الشخص يستخدمها وممكن الشخص يعملها في البيت وبتجيب نتائج كويسة جدا في حالات التهاب اللفافة الأخمصية أو مسمار الكعب. من الوصفات ديت نقع القدم في المية مع الملح الإنجليزي اللي هو ملح الخشن. الملح الخشن ده اللي هو ملح الإبسون، ده عبارة عن كبريتات مغنيسيوم. بنحط شوية ملح في المية وتنقع رجلك فيهم وممكن تدلك في كعب الرجل. ممكن برضو من الحاجات المهمة جدا استخدام الزيوت الطبيعية زي زيت الزيتون وزيت اللافندر، وفي زيوت أساسية نقية زي إكليل الجبل والخزامي، وحتى الزيوت اليومية مثل جوز الهند وزيت الزيتون بيمكن استخدامها عشان تقلل الالتهاب وتقلل الألم، وخصوصا لأنها بتحتوي على مضادات الالتهاب. بنسخن الزيت قليل ونحاول نعمل بيه تدليك للمنطقة اللي فيها ألم ومنطقة الكعب، ونكرر الموضوع ده مرتين في اليوم. من الحاجات برضو نقع القدم في خل التفاح. خل التفاح من العلاجات الرائعة جدا للشوكة العظمية لأنه بيساعد على التخلص من الكالسيوم المترسب على العظام. بننقع القدم في خل التفاح المخفف بالماء، لكن ده طبعا ممنوع لمرضى السكر. من المعروف ان خل التفاح بيخلع الكالسيوم الزايد من العظام، يعني بيجروح للعظام ويشيل الكالسيوم المترسب اللي هو سبب حدوث الشوكة العظمية. يعني ممكن ننقع القدم في حوض من المية مع قطرات من خل التفاح، او بتجيب فوطة او منشف مبللة بخل التفاح وتحطها حوالين الكعب لمدة بضع دقائق وتكرر الموضوع ده. من الحاجات برضو المفيدة كمادات المية البرد. كمادات المية الباردة مهمة جدا، انك ممكن تحط كيس ثلج على منطقة المصابة لبضع دقايق، وهي روعة جدا لتخفيف التورم والألم. من الحاجات المهمة برضو استخدام صودا الخبز لانه بتعمل مباشرة على بلورات الكالسيوم المترسبة في الكعب. بنعمل عجينة من نصف معلقة صودا خبز مع المية، ونحط العجينة دي على الكعب ونسيبها لمدة نص ساعة لساعة. برضو من العلاجات الكويسة جدا زيت بذور الكتان. زيت بذور الكتان لانه غني بالالفا لينوليك، ده حمض اسمه حمض الفا لينوليك، نوع من الاحماض الدهنية الاوميجا 3 اللي بتهاجم الالتهاب. بنحط شوية زيت بذور الكتان في مية دافية ونغطس فيها منشف، وناخد المنشفة ونحطها على الكعب لمدة ساعة على الاقل، وتجنب التحرك خلال هذه الفترة، يعني متحاولش تمشي خلال هذه الفترة. من الحاجات اللي هي مهمة برضو وبتستخدم كمضادات الالتهاب انك تستخدم المأكولات اللي بتحتوي على مضادات للالتهاب زي الكركم والزنجبيل والفلفل الحار وبذور الكمون، لانها بتحتوي على خصائص قوية جدا مضاده للالتهاب. الاطعمه ديت بتحتوي على مضادات اكسده طبيعيه وبولي فينول اللي بيعمل كمركبات واقيه وبيمكن ان تساعد في الحد من مستويات الالتهاب. بتاخد معلقه صغيره من الزنجبيل والكركم او الفلفل والميه الدافيه، وممكن تشربه كلما حسيت بالالم. برضو بذور الكمون ممكن نغليها في الميه ونشربها عند مواجهه الالم. برضو من الوصفات الكويسه جدا انك بتستخدم الفلفل الاحمر وتضيف عليه زيت زيتون لغايه ما يبقى زي المرهم، وبعد كده بتحطه على المكان عشان بيزيل الألم والالتهاب بالتدريج. برضو وصفة كويسة جدا عبارة عن مزيج من الأعشاب الطبيعية، تكون بكمية متساوية من زيت الخردل وزيت الزيتون وزيت حبة البركة، بعدها بيضاف مقدار قرنين من الفلفل الأحمر الحار المطحون إلى مزيج الزيوت اللي اتعملت، ونترك المزيج يوم كامل. بعدها بنحط كمادات دافية على الكعب لمدة 10 دقائق. بعد كده ندهن مكان العظمة بالمزيج ده ونغطي الكعب بقطعة من القماش الأبيض مع تدفئة القدمين، وبنحرص على تكرار العملية دي مرتين في اليوم. برضو من الحاجات المهمة جدا التدليك اليومي للمنطقة المصابة عشان تخفف من الالتهاب، ويمكن وضع مكعبات التلج في منشفة ونحطها على الكعب لمدة ربع ساعة يوميا لتخفيف الألم. بالنسبة للوصفات العشبية ممكن تكرارها يوميا عشان تحصل على شفاء تام بإذن الله. ديت مجموعة من الوصفات اللي ممكن تستخدمها كمريض عنده مشكلة في الكعب اللي هو المسمار العظمي أو الشوكة العظمية. وبإذن الله الوصفات دي كلها زي ما احنا قلناها وزي ما احنا شرحناها بتجيب نتائج كويسة جدا جدا جدا، وبتشيل الالتهاب وبتشيل الألم وبتشيل الترسبات اللي موجودة في الكعب. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم شيروه مع أصدقائكم عشان الناس تانية تستفاد بيه. اعملوا لايك للفيديو، اكتبوا لنا تحت في التعليقات. بنتمنى ان يكون قدمنا شيء مفيد ليكم. بنتمنى ان الوصفات الفيديو تفيدكم. بنتمنى ليكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.